اللي نقدر نقول على الفيروس ديال كورونا هو انه دابا حاليا راه سي اون بانديمي ديجا تعلنات انها سي اون بانديمي، سي اون مالادي اللي فاتت الحدود ديال الدوله ديال الصين، وصلت مجموعه من الدول، حاليا راه في ايطاليا وديجا راه خلقت واحد العلاع كبير في العالم كامل. دابا ابخي ما دخلت المغرب كاين بزاف الناس اللي كاين البانيك بالنسبه لمجموعه ديال الناس اللي ما عارفينش كيفاش تفشى هذا الوباء، مثلا شنو لي ميزور ديال بروتيكسيون كونتر هذا الفيروس. هذا ديجا اللي ممكن يتقال هو انه الانسان ياخذ الاحتياط ديالو ديما، حيت كاين بزاف ديال لي زيبيديمي ديجا اللي كاينين، كاين اللي كنعرفوهم كاملين، كاين ليبولا، كاين الغريب، كاين بزاف ديال لي ديال لي مالادي فيرال، والانسان نورمالمون ياخذ الاحتياط ديالو كاي مالادي، يعني يعاملها كاي مالادي، ياخذ الاحتياط ديالو لي ميزور ديجيان. يعني الانسان يغسل يدو، ديجا لي ريكومونداسيون هو ان الانسان يغسل يدو نورمالمون بسوا لي فريكسيون هيدرو الكوليك سوا بار لو صابون واحد 20 سكوند ا 30 سكوند. ديجا الانسان ياخذ واحد الوقت ديالو، كاين دي فيديو في الانترنيت اللي كيشرحوا كيفاش يعني يكون الغسل ديال اليد مزيان. بالنسبه لابورت دي ماسك، كاين بزاف الناس كيفكروا انه يشريو دي ماسك شيرجيكو ولا دي بافيت ولا هذا، ما كاينش لا واحد الاحتياج، ما كاينش واحد لا نيسيسيتي. علاش؟ حيت اللي خاصهم يديروا لي ماسك ويتبروتيجو هما لي جون اللي ديجا كي سون بورتون دي فيروس، ولا ديجا كي اللي هما مرض، انسان مريض سواء عنده لا غريب سواء تعطو سخان وهذا، سي ميو غيبورتي داك الماسك باش يبروتيجي لي جون. وفي هذا الوقت هذا كاين كيقول لك من الاحسن يتفاداو الاماكن العامه، ولا الانسان يرد البال، يرد البال ملي يكون في اماكن عامه من اي واحد اللي مريض وهذا. وديما الغسيل ديال اليد هذا، سي سا سي سا دو لي ميزور اللي ممكن بوغ لا بريفونسيون كونتر هاد لو فيروس. الوغ ما كاينش الاحتياج لذاك الهلع كامل، الانسان ياخذ احتياطه كاي مالادي عامله، كاي اوتر مالادي. سو كو جو بو دير ان تانك ايتودانت ان فيليير دو سانتي سي كو il faut être prudent, il faut prendre ses précautions, il faut se focaliser surtout sur la sensibilisation des personnes qui sont vulnérables, surtout les personnes âgées, les petits enfants, les personnes ayant des maladies chroniques, de sorte de diabète, des personnes hypertendues, etc. Je voudrais bien dire que en tant qu'étudiant en santé, il faut saisir cette chance de sensibiliser les gens autour de nous. Et il faut sensibiliser notre entourage surtout, parler de l'importance du lavage des mains. D'ailleurs, c'est une habitude, mais qui doit être beaucoup mieux concentrée, beaucoup mieux valorisée dans ce moment de pathologie, etc. Éviter les endroits qui sont encombrés de gens, où il y a plein de gens. Si une personne remarque qu'elle a l'un des signes de la maladie, elle tousse, ou bien écoulement de nez, ou bien une augmentation de température, etc., il doit consulter, il doit se protéger et protéger les gens de leur entourage afin d'éviter la propagation excessive de cette pathologie. D'ailleurs, le risque de cette pathologie n'est pas vraiment dans la cause de la mort. Donc, ce n'est pas vraiment le risque, il n'est pas vraiment dans la létalité, mais c'est la contagiosité qui est élevée. C'est une infection qui est contagieuse et peut passer de façon qui est beaucoup plus facile. Par contre, la létalité, c'est surtout les personnes qui présentent le risque de mortalité, c'est surtout les personnes âgées qui sont vulnérables, comme je l'avais indiqué précédemment. Les gens qui peuvent prendre les mesures de précaution envers la maladie, c'est qu'ils يغسلوا يديهم مزيان، يتجنبوا الاماكن اللي هما فيهم اكتظاظ بزاف، الناس اللي كيف ما كنقولوا اللي هما ديجا عندهم دي سين اللي هما الاعراض ديال هذا المرض، ميك عوض ميك حبوله هذه، يديروا دي ميزور دي بريكونسيون في حل دي بافيت، هذوك لي بافيت اللي هما كيف ما كنقولوا الناس دابا ولاو كيشروهم بواحد الطريقه اللي في شكل اللي كيف ما كنقولوا تزاد الاسعار ديالهم بواحد الوتيره اللي ما كتخيلش. اللي نقدر نقولوا انه هذوك لي بافيت راه ما كيحموش هذيك لا بيرسون اللي هي كيف ما كنقولوا اللي هي سان، اللي هي ما مريضاش، بار كونتر هما كيحميو الناس الاخرين. حيت مثلا انا فيا الكحبه خصني ندير البافيت بحال ما كذا باش ما نخرجش دوك لي كوتلات ديالي للناس الاخرين باش ما ناديهمش. آه
بخصوص موضوع ديال الشائعات اللي كتروج على فيروس كورونا بطريقه ولا بشكل اللي ربما ما كي غير هذيك الشائعات بلا ما يوصل بنادم يوصلوا الفيروس ديال كورونا هو تيتحطم نفسيا قبل ما يوصل كورونا. لهذا عدوا اثار سلبيه على المجتمع وعلى الامن والاستقرار ديال المواطنين والمواطنات. لهذا من هذا المنبر انا تنطالب الطلبه والطالبات والمواطنين والمواطنات باش يتفاداوا هذه الامور ديال الشائعات ويبقاو يروجوا لشي حوايج اللي ما كايناش في المغرب ولا في السطات ولا في اي بلاصه، وما يبقاوش يقولوا بين مراك راه حاله تسجلات ولا حاله تسجلات بلا ما تكون اخبار موثوقه من مصادر اللي هي رسميه. بالاضافه هذه واحد الرساله للناس اللي ربما تروجوا بحال هذه الاشاعات، راه القانون ما كيسكتش على هذه المساله، هو تيعاقب على الناس اللي تيقولوا اخبار زائفه وتروجوا الامور اللي منها الناس يخدموا على زعزعة استقرار ديال البلاد. بالنسبة للنشر في الوسائل الإعلام لا الإلكترونية ولا الجرائد داكشي، تنتمنى أنه نتعاملوا بالعقلانية مع هذا الموضوع هذا، لأنه ما نحاولوش ما يمكن نعطيو واحد الأهمية اللي هي كثيرة اللي ممكن أن تتروع المواطنين وتتروع الطلبة وتتروع كل شيء لكي اللي غيتخلى على الدراسة على القضية هذه. تنتمنى ان المنابر الاعلاميه ولا الجرائد وكل شيء انهم يحاولوا ما امكن يوعوا المواطن اكثر من انهم يرعبوه بهذه الطريقه هذه. لذلك فالامور بالنسبه للجامعه ديال حنا كطلبه هنا داخل الحرم الجامعي فالامور عاديه، ما كاينش اشكاليه رغم هادشي ديال الزعبه، ولكن الامور غاديه مزيان. كنطالب الطلبه والطالبات انهم ما يبقاوش يكتبوا الاشاعات عن مرض كورونا او غير ذلك، لانهم كيزرعوا الخوف في الكليه، وبالتالي حتى شي واحد ما غيبقى يجي يقرا، حتى شي واحد ما غيبقى يدوز لي زيكزام ديالو، حتى شي واحد ما غيدير شي حاجه. خاصنا نتغلبوا على الخوف ديالنا، يعني ما نبقاوش نزرعوا اشاعات كاذبه في المواقع التواصليه ديالنا. بالفعل كاين تفشي ديال الظاهره ديال الترويج بالنسبه للفيروس كورونا اللي كنشوفوا بيان سور اكتويلمون في لاسين انترناسيونال، وكندويو عليه بزاف لي ريزو سوسيو، ولكن كاين واحد الاشكال كبير بالنسبه للترويج دي فيك نيوز، يعني واحد المعلومات اللي هما خاطئه على انه كاين واحد العطل اللي هي غادي يتم تمديد ديالها، ومسائل اخرى بانه كاين يعني خطر كبير ان الظاهره غادي تفشى، وانه كاين واحد المشكل ثاني ديال التجمعات اكسيتيرا. هادشي كله كاين عليه واحد المترتبات اللي هي سلبيه. الان يعني كاين اخبار تروج عبر الفضاء ازرق، كيف ما يعرف الجميع بان الفضاء ازرق يعني اصبح يعني حزب، الا بغينا نقولوا يعني حزب، وتصنع القرار. الاشكال اللي مطروح الان هو المساله ديال اثاره الذعر في صفوف المواطنين وبشكل عام، يعني الناس اللي الاميين، الناس اللي ما عندهمش واحد الثقافه يعني ديال يعني غربله المعلومه، يعني باش ياخذوا المعلومه بواحد الشكل صحيح. وبالتالي فان اي خبر يعني زائف او من شأنه ان يثير الرعب. الان كاين يعني تعليمات ديال النيابه العامه، ديال رئاسه النيابه العامه في هذا الشأن، يعني اثاره اخبار زائفه اللي كتير نوع من الذعر والرعب يعني في صفوف الاوساط ديال المجتمع المغربي. الاخبار الموثوقه يعني كتكون مصادر رسميه من وزارات معنيه، من مصادر يعني حكوميه. بالتالي احنا كنوجهوا الرساله ديالنا للناس المرتادي الفضاء الازرق وجميع وسائل يعني التواصل الاجتماعي بانهم ما يثيروش اخبار مغلوطه من اجل تغليط الراي العام او من اجل خلق نوع من الفتنه، لان الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. وخصنا نوجه رساله اخرى عاوتاني للسلطات القضائيه في شخص رئاسه النيابه العامه او النيابه العامه يعني على المستوى المحلي والجهوي، من اجل الضرب بيد من حديد على كل من يعني روج خبر زائف. انا كنقول للطلبه اللي بحالي
باللي ما توثقوش الى ماكين تاعها، الى ماكينش حاجه رسميه من وزاره الصحه بلا ما تطيقوها صراحه. اوني ديزانتيليكتيال ماشي ناخذ شي حوايج حضرات ديال القهوه ولا حضرات ديال الزنقه ونضروا بها نروعوا العائلات ديالنا والاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا، ما يمكنش. حيث بعض الاحيان انسان الله اعطانا العقل، ميزنا من الحيوانات بشنو؟ بالعقل. عندنا دوله ما شاء الله الا كاين شي حاجه كتقولها دون خاصنا نستنى الا كاين شي حاجه من الدوله هذيك. وزاره الصحه كاينه الا كاين شي حاجه ما غاديش تخبيها علينا، وما كاينش ما عندها حتى مصلحه تخبي علينا شي حاجه. وانسان في هذا الوقت خاص ما الوبا كاين وهذاك الشيء، الا حسيت شي اعراض فيك تقدم امشي لسميتو امشي للمستشفى، امشي يعني الصحه اهم شيء. واي حاجه في البدايه ديالها ممكن اون بيلي راديكي، اي مرض في البدايه ديالو نقدر نسيطر فيه دونك بلا ما نشر رعب ونتحلاو بالقوه والثقه. واهم شيء الايمان بالله، ما ننساوش هذا الشيء. نحن اوني دي مزلمة، نحن مسلمين ما خصناش ننسى هذا الشيء. بالنسبه لنا كطالبه كيقول لك دخلت ال16 حنا كيصرعوا فينا الرعب في المنازل ديالنا، كتشوف انه واحد كيقول لك كاينه حاله في 16 بامكانك والديك كيخافوا عليك بزاف حتى ما كيخليوكش تبقى تجي لافاك، حتى اللي جيتي غتولي معاده ولا شي حاجه. وحتى الدوله ما دايرهش بزاف الحوايج باش تحمينا منها ليبيز ديال لافاك، منا بزاف الحوايج اللي ما مخلناش مرتاحين، كنتزاحموا بزاف وبزاف الحوايج مخلينا حنا مخلوعين. هذا الموضوع ديال الكورونا خلانا كاملين يعني عندنا واحد التخوف منه وداك الشيء، ويعني الانسان ولا كيخاف انه يخرج ولا يتجمع مع بنادم بزاف وداك الشيء وشحال من حاجه. يعني حتى لافاك ولينا كنخافوا اننا نجيو ليها، علاش؟ حيت غير مثلا في البيس وهذا كيكون الاكتضاد وداك الشيء، يعني الانسان كيبقى التنفس وداك التخربيق، يعني كاع هادشي اللي كيقدر يخلينا يعني نتعاداو. هذا يعني كنشوفوا بزاف الاشاعات كل واشنو كيقول، كل يعني كاين شي وحدين كيقولوا ان ما نعرفش شحال من حاله دابا دخلت المغرب، يعني حنا ما عارفينش بالضبط شحال من حاله. و يعني شي واحد ما يبقاش ياخذ الموضوع بسخريه وهذا، يعني ياخذ هذا الموضوع بجديه ويتعامل معاه وداكشي. وكل واحد خاصو ياخذ الاحتياطات اللازمه باش انه يحمي راسو ويحمي حتى الناس اللي يعني دايرين به وداكشي. وكنتمنى من الناس انهم والطلبه سيرتو انهم يوعوا بهذه المساله هذه ويبحثوا شي شويه على يعني السبل انهم يلقاو شي حلول اخرى من غير انهم يبداو يناقشوا وبداو يعني يتكلموا في هذه المساله هذه بطريقه يعني جماعيه ولا طريقه شعبويه، باش نكونوا مواطنين ماشي غير وطنيين. احنا كاملين خصنا ولو نفترض جدلا يكون هذا المرض كاع، خصنا حنا ندعموا بعضياتنا نفسيا، لان العامل النفسي مهم بحال الظروف اللي هي ظروف صراحه ظروف خطيره ولا شبه خطيره، ولكن العامل النفسي مهم باش نتجاوزوا هذه المرحله وهذه الازمه وندعموا بعضياتنا يكون احسن ويكون عنده اثار ايجابيه بالنسبه للمجتمع. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.